طيب في كرات كنت انت بتتكلم عليها وكنت حابب تقول لي الماتش فيه حاجات كتير جدا، المباراة مليانة تفاصيل كتير جدا، وقلت لي قبل الهواء الكورنرز، بالظبط. الكورنرز كانت باينة قوي. ايه بقى ايه اللي انت شايفه في الكورنرز بالنسبة لنادي الزمالك؟ بالظبط، يمكن من اهم العوامل فوز الدوري والكاس السنه اللي فاتت ان فيريرا كان بيستغل الضربات الركنيه والضربات صحيح الحره في تسجيل او خلق فرص انك تسجل من خلالها. طبعا استغلال عندنا حسام عبد المجيد ومحمود الونش. حاليا مع مستر اوسوريو الضربات الركنيه الدفاعيه فيها بعض المشاكل، ولو ان الضربات الهجوميه لسه احنا بنقدم اداء نقدر نقول فوق المتوسط او جيد جدا. لو جينا نشوف هنا هنلاقي ان الزمالك بيعتمد على دفاع كورنر لاعب واحد فقط على القائم القريب، وباقي اللعيبه بتكون مان تو مان. ده بيخلق مشكله انك ممكن سهل جدا للخصم ان هو يقدر يستدرج لعيبتك المهمين، ومثال طبعا حسام ده في الدقيقة ومحمود 4، حمدي الونش. بالظبط ده في الدقيقة 4 ومفيش حد ضغط بالظبط عليه أصلا. بالظبط، لان الفكره ان انت مان تو مان لو خدنا بالنا هو لعب الكره قصيره. لعيبه الاسماعيلي لو جينا رجعنا ثانيه واحده بس هنلاقي ان قبل رفع الكوره الموقف كان 5 على 2 أو 3 من لعيبه الزمالك. قبل رفع الكوره لو جبنا وقفنا الكوره بعد ما اترفعت هنلاقي ان في 5 واقفين على من الاسماعيلي على 3 من الزمالك. طبعا دي مشكله. المشكله الثانيه ان حاليا لو في لعيبه كمان خلي بالك يعني في الفيديو في لعيبه مش واقفه بالظبط، لان متمركزه الكره بشكل اتحركت خاطئ جدا ومش مع حد، انا مش ماسك مش مان تو مان مع حد ما ولا بغطي مساحه معينه، لا الموضوع ان هو سايب وراه كل لعيبه نادي الاسماعيلي وهو واقف قدام السكس يارد ناحيه اليمين، مش فاكر مين من اللعيبه يعني، بالظبط كان سامسون اكليولا وحد تاني، بس كل ده بسبب الافكار الجديده، يعني افكار جديده على اللعيبه ما تشبعوش بيها لسه، ما حفظوهاش، ما حصلش فيها انسجام، وده خلي بالك بياخد وقت كتير. لو بصينا كمان على الجول الثاني، بالظبط الهدف الثاني لنادي الزمالك، الهدف الثاني لنادي الاسماعيلي برضو خطا كبير لو جدا، جينا بصينا تعال نبص عليه. الكرة في الأول، لو ممكن بس نعيد اللقطة من أولها. الكرة كانت مع الزمالك، كان الكرة مع الونش، فالونش كان قدامه حسام عبد المجيد فاضي، لكن للأسف مرر الكرة بالغلط، مع إن كان يعني مفيش ضغط عليه من لعيبة الإسماعيلي أو كده. للأسف الكرة دي لما اتقطعت محمد اشرف رؤى رجع حاول يرجع مع الدفاع، ولان طبعا رؤى كان بيلعب دور مركب شويه ان هو كان في احيانا لما الكره بتتقطع كان بيرجع يا اما ظهير يا اما كان اهو بالظبط تمريره خاطئه من بالظبط الوينش كده خلتنا في موقف دفاعي. هنلاقي هنا رؤى بيروح على المركز الظهير الايمن عشان يغطي، ولكن للاسف طبعا يحصل دربكه وغصب عنه، مش هنقدر نحكم يعني برضه التوافق النفسي العصبي في اللقطات دي هو رد فعل بيكون صعب. صعب بالظبط، قوي انك ولاعيبه تعمل كتير رد فعل رياكشنك انت مش متحكم فيه لعيبه تماما، كتير سجلت انت عايز اهداف. تحجز الكره لان انت متخيل ان هو هيسند الكره ويلف يشوطها، فهي جت كده. وخلي بالظبط بالك يعني هي لو جت مع رجله ناحيه الاوت، لكن هي خبطت في الخارج رجله كده ف راحت في الحته دي، طبعا ما حدش يقصد على فكره، ورؤى اكيد اكيد ما يقصدش الكره دي، لان برضو في يعني انا شايف حمله على الراجل بسبب الخطا ده. انا مع احترامي للناس كلها، حتى لو انت مستوى اللعب ده ما بيرضكش كراجل انت بتحب اللعيب الحريف والرايق في نص الملعب واللعيب المهاري والكلام ده كله، انتقد في الملعب. انا ممكن اتكلم عليه من هنا لبكره في اخطاء في التمركز، في اخطاء في اللعب، في تمريرات خاطئه عملها، اعد له اخطائه في المباراه، ولكن الناس بتروح لحته التريقه يتريقوا، وده مرفوض حصر السوشيال ميديا.